وراح جمال للعنوان، بس ما كانش مكتب عادي، كان مكتب من مكاتب العمل الصهيونية، وكان ممكن انه ما يكملش بعد ما عرف انه مكتب صهيوني ويفتكر دورات التوعية اللي اخدها قبل سفره من مصر. لكن احلامه كانت اكبر من كل ده. جمال حسنين اتولد في القاهرة يوم 29 اكتوبر سنة 1941. اسرته كانت اسرة بسيطة، والده موظف حكومي، والدته ست بيت وليه 4 اخوات. حصل على دبلوم في المساحة سنة 1962 واشتغل في مصلحة المساحة بعد تخرجه على طول، لكن مرتبه من المصلحة كان قليل بالنسبة له، فحب انه يترقى لوظيفة افضل، فدرس في المعهد الاولمبي باسكندرية وتخرج منه وهو معاه الدبلوم سنة 1968. بس الوظيفة الجديدة اللي اشتغل فيها برضه مرتبها كان قليل بالنسبة له. جمال كان طموح قوي، ما كانش راضي عن أي حاجة، كان عاوز يبقى غني بأي طريقة وفي أسرع وقت، وكان مستعد يعمل أي حاجة علشان يوصل لهدفه. وإنسان بالمواصفات دي ما بيكونش صعب أبداً إننا نتوقع نهايته. في الوقت ده كان بدأ نشاط تجار الشنطة يزيد في مصر، الناس اللي بيسافروا للخارج يجيبوا بضايع من هناك بسعر بسيط ويرجعوا يبيعوها في مصر بسعر غالي، واللي حققوا فعلا فلوس كويسة قوي. وفكر جمال انه يكون واحد منهم ويشتغل زيهم طالما هيكسب فلوس كتيرة وهيبقى غني، وما فكرش كتير وقرر ينفذ على طول. فقدم على اجازة من شغله بدون مرتب لمدة 6 شهور للسفر للخارج، ووافق له المدير على الاجازة، وسمع من اصحابه عن بيروت انها اشهر مكان في الوقت ده بيسافروا لها شباب اللي بيدور على شغل وبيشتغلوا فعلا هناك، وقرر انه يسافر هو كمان معاهم، واخد شويه بضاعه من خان الخليلي علشان يبيعهم هناك ويجيب بتمنهم بضاعه يرجع يبيعها في مصر، يعني يبقى من الاخر تاجر شنطه هو كمان. وفعلا سافر لاسكندريه علشان يركب الباخره اللي رايحه على بيروت. في الوقت ده بعد نكسة 67 كانت المخابرات المصرية بتعمل دورات توعية لكل اللي بيسافروا خارج مصر عن محاولة الصهاينة تجنيدهم في الخارج. الدورات دي كان سببها كشف عدد كبير من الجواسيس في مصر، واللي عرفت المخابرات المصرية ان الموساد جندهم في الخارج بالمال والنساء. وجمال كان بيسمع وبيقول لنفسه ازاي الجواسيس دول انضحك عليهم بسهولة كده، كان فاكر نفسه أذكى منهم وانه مش ممكن يكون في يوم واحد منهم. المهم وصل لبيروت ونزل في فندق بسيط وبدأ يبيع البضاعة اللي جابها معاه من خان الخليلي، واللي بصعوبة قدر يبيعها بتمن معقول، لكن الفلوس اللي معاه كانت ابتدت تخلص، فابتدى يدور على شغل كتير لكن ملقاش، فما كانش قدامه بقى غير انه يرجع للقاهرة من تاني. ورجع فعلا ورجع لشغله وهو حاسس بالانكسار لانه محققش اي حاجة من اللي اتمناه، وفضل الحال على كده كذا شهر. وطول المدة دي وهو ما بطلش تفكير في حلمه، واللي حس انه كان المفروض يسافر لاوروبا مش بيروت، هناك مجالات الشغل كبيرة ومتنوعة، وقدم من تاني طلب اجازة لمديره والمدة سنة بدون مرتب، لكن المدير رفض المرة دي يديله الاجازة، فما كانش قدامه غير انه قدم استقالته، واخد من اسكندرية الباخرة لليونان. واول ما وصل لميناء بيريه اكتشف انه مش هو لوحده اللي جاي اليونان يدور على شغل، لا عدد كبير من الشباب جايين يشتغلوا هم كمان في اليونان. المهم راح مع عدد منهم لفندق كده على قده نزلوا فيه وبدأ يدور على شغل، وبدأت الفلوس اللي معاه تخلص، بس ما كانش يقدر يرجع القاهرة المرة دي كمان. هيقول لعيلته وأصحابه إيه وشكله هيبقى إيه قدامهم بعد ما قال لهم إن المرة دي لازم هينجح ويبقى غني؟ بس كل أحلامه في الفترة دي اقتصرت على إنه يكسب اللي يدوب يأكله ويشربه، وأخيرا قدر يلاقي شغلانة بسيطة. كانت شغلانة مرهقة جدا بالنسبة له، يصحى الساعة 5 الفجر يروحها ويرجع منها الساعة 7 بالليل، ومرتبها كان قليل قوي
بالنسبة له برضه. لحد ما في يوم وهو في الشغل كان بيتكلم مع زملائه، بيحكي لهم عن أحلامه اللي ضاعت وشغله اللي سابه في مصر. فقال له واحد منهم: وليه ما ترجعش مصر؟ قال له جمال: وأقول لعيلتي وأصحابي إيه بعد ما رجعت لهم قبل كده من بيروت وأنا مش محقق حاجة؟ أنا مستعد أشتغل مع أي حد وفي أي حاجة علشان أحقق أحلامي. وسمع واحد من العمال جملة جمال الأخيرة، واللي ما كانش غير واحد من صيادي الجواسيس اللي كانت مهمتهم اختيار الأشخاص اللي يصلحوا يكونوا جواسيس، وبلغ المساعد عن جمال. وما فيش ساعات إلا وكانت عيون المساعد بتراقب جمال في كل مكان وبتدرس تصرفاته علشان يقرروا هل هيجندوه أو لأ، وتأكدوا في النهاية إنه يصلح فعلا للتجنيد. وتاني يوم راح شاب عربي يسكن مع جمال في نفس أوضته بالفندق، يعني علشان ما يكونش إيجارها كبير عليه، طبعا بعد ما عرض عليه مشاركته في الأوضة ووافق جمال. وبدأوا الاتنين يتكلموا كتير وبقوا أصحاب، لحد ما في يوم سألوا الشاب العربي إذا كان لقى وظيفة تانية أحسن ولا لأ. فقال له جمال إنه لسه ملقاش. فقال له الشاب العربي إنه لقى له الشغلانة اللي هتحقق له أحلامه، واداله عنوان مكتب وقال له يروح للعنوان ده بكرة وهم هناك هيشغلوه. وراح جمال للعنوان، بس ما كانش مكتب عادي، كان مكتب من مكاتب العمل الصهيونية. وكان ممكن جمال ما يكملش بعد ما عرف انه مكتب صهيوني ويفتكر دورات التوعية اللي أخدها قبل سفره من مصر، لكن أحلامه كانت أكبر من كل ده. ودخل المكتب وقال للسكرتيرة انه من طرف الشاب العربي، فدخلته المكتب واحد صهيوني واللي سأله عن الوظيفة اللي عاوز يشتغلها. قال له جمال انه مستعد يشتغل أي حاجة بس المرتب يكون كبير. الراجل الصهيوني واللي ما كانش غير واحد من عملاء المساد وعدوا بتنفيذ طلبه في مقابل انه يبيع لهم جواز سفره. في الاول جمال خاف وقلق، لكن عميل المساد طمنه وقال له انه ممكن يعلن عن فقدان جواز سفره بالطرق الرسمية وهيحصل على وثيقة سفر، واقتنع جمال وسلمه جواز سفره. واداله عميل المساد استمارة وطلب منه انه يكتب له فيها كل بياناته وأسماء أسرته وأصدقائه وقرايبه ووظائفهم، واداله 200 دولار تمن جواز سفره، وقال له يستناه في الفندق وهيجيله بعد يومين بشغلانة كويسة. وراجع جمال للفندق وحكى لصديقه الشاب العربي اللي حصل معاه، وكده وانتهت مهمة الشاب العربي، واللي بلغ جمال تاني يوم بسفره من اليونان في مهمة خاصة. وخلال أسبوع كامل محدش من مكتب العمل الصهيوني اتصل بجمال، والفلوس اللي معاه بدأت تخلص، لحد ما جاله واحد وقال له إنه من مكتب العمل الصهيوني، وقدم له نفسه إنه اسمه يوسف وإنه رجل دين عربي بيعمل دراسة مقارنة بين الدين الإسلامي والدين اليهودي، واتقابلوا بعدها في كافيتيريا، والكلام بينهم وصل للسياسة والحرب بين العرب والصهاينة، وقال له إن السلام لازم يسود المنطقة، وقد إيه الصهاينة محبين للسلام وعاوزين يعيشوا في أمان بين جيرانهم العرب. وفي وسط كلامهم جات عربية فيها بنت شقرة جميلة أخدتهم لملهى ليلي يسهروا فيه، وتكررت لقاءاتهم وسهراتهم. وفي يوم كان جمال منتظر يوسف علشان يروحوا يسهروا زي كل ليلة، جاله واحد تاني اسمه إبراهيم وقال له إنه صديق يوسف وإنه عارف عنه كل حاجة من أول ما جه من مصر. إبراهيم كان ضابط المساد المكلف بتجنيد جمال، واللي صارح جمال مباشرة بإنه ضابط مساد، وعرض عليه العمل معاه وبالمرتب اللي يكفيه ويحقق له أحلامه. لكن جمال وبعد دورات التوعية اللي حضرها وكان عارف خلالها مصير الجاسوس اللي بتكشفه المخابرات المصرية، خاف لا يكون مصيره زيهم. لكن إبراهيم طمنه وقال له إن ده كلام مش صحيح، وإن كل غرض المخابرات المصرية من الدورات دي إنها تمنع وتقلق المصريين من عملهم معانا، لكن الحقيقة إن الجاسوس اللي بيتم كشفه في مصر ويتقبض عليه
بيخرج في صفقة تبادل أسرى عن طريق الصليب الأحمر، وبعدها بيروح لإسرائيل ويعيش فيها ملك، بيدله بيت فخم ومرتب ما يحلمش بيه، وبيجيبوله كمان أسرته على فترات تعيش معاه هناك. يعني من الآخر أقنعه بسهولة العمل معهم وإن مفيش أي خوف عليه نهائي حتى لو انكشف. والتاني اطمن فعلا ووثق في شغله معهم، ونقل إبراهيم جمال لشقة فخمة وبدأ يدربه على استعمال الحبر السري في الكتابة وإظهار الرسائل المكتوبة بيه، وإزاي يميز بين الأسلحة والمعدات الحربية، ورسم الخرائط وتحديد مواقع المطارات وسكنات الجيش عليها، وكيفية جمع المعلومات المطلوبة منه في مصر. وبعد ما انتهى تدريبه اداله إبراهيم $200 مرتب أول شهر وعنوان محدد في روما يبعت عليه رسائله ليهم من القاهرة، ووعده بمكافأة $50 عن كل رسالة مهمة يبعتها لهم، واداله كمان إزازة حبر سري وقال له إنه صناعة أمريكية وإن المصريين لسه ما يعرفهوش. ووصل جمال لمصر بعد 4 شهور قضاها في اليونان، وبعد رسالة للموساد على عنوانهم في روما بيبلغهم فيها بوصوله للقاهرة. بعدها بدأ يزور أصدقائه ومعارفه من عسكريين ومدنيين ويسألهم عن الجيش والحرب. والحقيقة إن في الفترة دي بعد النكسة وتحديداً قبل حرب أكتوبر 73 كانوا المصريين كلهم ما بيتكلموش في الأغلب غير عن رغبتهم في قيام الحرب ورد كرامتهم من الصهاينة، وعن الكلام اللي بيقوله الرئيس الراحل السادات عن استعدادات مصر للحرب. وكان سهل على جمال إنه يعرف ويجمع معلومات كتيرة منهم، واللي كتب كل اللي عرفه وسمعه في رسالة بالحبر السري وبعتها لعنوان الموساد في روما. في الوقت ده كانت المخابرات المصرية كثفت من جهودها لكشف عملاء إسرائيل في مصر، واللي زادوا من بعد النكسة لتأكدهم من إن مصر مش هتسكت ولازم هتحارب وتسترد كرامتها. وكان من ضمن جهود المخابرات المصرية مراقبتها للبريد لكشف أي رسالة مبهمة مرسلة من مصر للخارج. وبالفعل اكتشف واحد من رجال المخابرات المصرية واللي كان بيعمل رقيب على البريد رسالة جمال الأولى والأخيرة اللي بعتها لروما، وعرف إنها مكتوبة بالحبر السري. وليلة 29 نوفمبر سنة 1972 راحوا رجال المخابرات المصرية لبيت جمال وقبضوا عليه، وبعد ما فتشوا بيته لقوا جنب سريره مفكرة كتب فيها معلومات وأخبار جمعها وتقرير عن زيارته لبعض المواقع العسكرية في بعض المدن المصرية، ورسالة مكتوبة بالحبر السري استعداداً لإرسالها لمكتب الموساد في روما. لكن جمال ما صدقش إن المخابرات المصرية عرفت الحبر السري، لأن عميل الموساد إبراهيم قال له إنه نوع أمريكي جديد المصريين ما يعرفهوش. لكن اتفاجئ بواحد من الخبراء كان مع رجال المخابرات المصرية وهو بيظهر له الرسالة المكتوبة بالحبر الأمريكي الجديد، وعرف لحظتها إنه كان عايش في وهم. وأخدوه لمبنى المخابرات المصرية للتحقيق معاه، واعترف جمال بكل شيء واتحكم عليه في النهاية بالسجن المؤبد 25 سنة مع الشغل. كان من المفروض إنه يتم الحكم عليه بالإعدام لأنه جاسوس في وقت الحرب، لكن ولأن عمله كجاسوس اقتصر على رسالة واحدة بعتها للموساد واللي كانت بتحتوي على معلومات بسيطة كان ممكن لأي حد إنه يعرفها، اتحكم عليه بالحكم ده، وضاعت أحلامه ومعاها وعود الصهاينة ليه بالإفراج عنه في حالة كشفه في مصر، ولا خرج في صفقة تبادل أسرى ولا عاش ملك في دولتهم المزعومة، عاش في السجن بيندم كل لحظة إنه ما انتبهش لدورات التوعية اللي أخدها قبل سفره من مصر، وافتكر إنه أشطر من أي جاسوس ممكن وبسهولة يبيع وطنه. بس نهايته كانت نفس نهاية كل واحد صدق وعود العدو. مصادر الحكاية هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش فضلا وليس أمرا تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في حكاية جديدة
تحياتي.